طيب قول لنا بقى بتعمل ايه يا شيف؟ استوت الكبدة بتاعتنا اهي، نفضلها في الطبق. هي بصراحة شكلها رائع والريحة كمان أروع. ده بقى ايه؟ دبس ده دبس رمان، الرمان، بيديها مزازة مزازة. ولا حلوة بيديها ايه بقى الدبس الرمان ده؟ ده، بيديها طعم حلو قوي تمام. وبيديها مزازة جميلة. طب شيف، بس ممكن نحط التوابل على جنب شوية عشان الطبق بتاعنا يبان. يا جماعة النهاردة الشيف اختصر لكم وقت كتير جدا في المطبخ، يعني طبعا اي حد عايز يعمل اكلة بسيطة وسريعة وسهلة، اي حد مش فاضي، اي حد ما تمام، عندوش وقت، طبعا كبدة الفراخ بالدبس الرمان سهلة وبسيطة جدا. مقاديرنا طبعا موجودة معانا دلوقتي هي على الهواء، اللي عايز يصورها عد لنا كده مقادير تاني وسريعة. معانا معلقتين كمون، معلقة ونص كمون، ومعلقة ونص فلفل، ومعلقتين ملح، وشوية دبس رمان، والزيت طبعا، وبصل وفلفل ألوان. بنحمر طبعا الكبدة في زي ما الزيت وبنحط عليها البصل والفلفل وبنشوحها. تمام، كمل لنا. وبنقلبهم بقى وبيبقى معانا بالمنظر الجميل ده. هي بصراحة ريحتها حلوة جدا وتشهي قوي يعني. ايه رأيك يا دكتور؟ يعني انا تسلم رأيي ايدك يعني يا ايه، شيف، ريحتها شهية فعلا. احنا ريحتها جامدة جدا.